هروح لمعرض الكتاب الدولي. والحقيقة أنا ببقى فرحانة جدا لما بنعمل معرض القاهرة الدولي للكتاب، مهم جدا. أولا بتبقى رسالة في غاية الأهمية، لأن مصر دي القوة الحقيقية اللي كنا بنمتلكها عبر سنوات طويلة، هي ما يسمى بالسوفت باور، القوة الناعمة بتاعتنا وهي الثقافة المصرية. فلما بيتعمل معرض القاهرة الدولي للكتاب الحقيقة بتبقى الصورة مبهجة للغاية. السنة دي في مبادرة بتطلق، وهي مبادرة هقول لحضراتكم التفاصيل بتاعتها، بس اسمحوا لنا ينضم إلينا سيادة الوزير حلمي النمنم وزير الثقافة المصري. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير يا فندم، مساء النور. بنهني حضرتك على المعرض وإقامته، وإن شاء الله نشهد فعاليات قوية جدا في هذا المعرض بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. عايزة بس أبدأ بالمبادرة اللي ربما يكون عنوانها غريب بعض الشيء، مبادرة كتاب ورغيف. إيه المبادرة دي؟ هو في مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ووزارة الثقافة، بنتكلم فيه من مدة، بتكلم فيه مع السيد وزير التموين، وانه هيبدأ باللي احنا قلناه، المبادرة اللي حضرتك اشرت بيها وبدأناها في معرض الكتاب. وهو الهدف منها، وزارة التموين عندها مشروع لتوزيع الرغيف على المواطنين، وان في حصة لكل مواطن، وانه كتير من المواطنين ما بياخدوش الحصة كاملة، فبيبقى لديهم فلوس لدى وزارة التموين ممكن ياخدوا بيها اي حاجة. فاحنا كان التصور انه في هذه الحالة ما ممكن المواطن ياخد كتاب، باعتبار ان الكتاب في نهاية الامر هو نوع من الغذاء، وانه ياخده بنسبة تخفيض عالية بحيث يوصل له بسعر بسيط وبسعر زائد. والحقيقة كان الهدف من ده، احنا عندنا مشكلة في توزيع الكتب في مصر، انه خلينا نكون صراحة مع بعض، لما بنتكلم عن توزيع الكتب فاحنا بنتكلم بشكل اساسي عن القاهرة وعن اسكندرية، ولما بنتكلم عن القاهرة حتى مش اطراف القاهرة، احنا بنتكلم عن وسط البلد، ونفس الشيء بنتكلم عن محطة الرمل في اسكندرية. اما النجوع والقرى في صعيد مصر وريف مصر، الكتاب ما بيوصلهاش بسهولة. فاحنا قلنا نستفيد انه وزارة التموين منتشرة في كل مكان في جمهورية مصر العربية، وان احنا نتعاون مع بعض بحيث ان هم ياخدوا كتبنا وتصل الى المواطن، لان احنا كتبنا مدعومه والدوله بتدفع فيها فلوس، الدوله هي اللي بتمولنا وبناخد الفلوس من ميزانيات الدوله، فهذه من عرق المواطن وتذهب الى المواطن. مبادره يعني تحمل فكره يعني. معالي الوزير، نعم يا فندم، مع حضرتك اتفضل. عايزه بس اعرف الجديد في معرض الكتاب السنه دي. الناس يعني انا شخصيا من الناس اللي بتروح معرض الكتاب، بتبقى في بعض الصعوبات اللي بتواجه بعض الناس، هل في تنظيم جيد للندوات هذه المره اللي اعلن عنها بشكل مبكر، الاهتمام بموضوعات حيويه؟ بقدر الامكان قبل افتتاح المعرض باسبوع كانت الندوات تم وضع برنامجها وخططها كامله، واعلن عنها من قبل الافتتاح باسبوع، وكل المشاركين فيها تقريبا ابلغوا يعني بعضهم قبليها باسابيع، لكن اخر حد ابلغ كان قبل الافتتاح باسبوع، والاماكن معلن عنها. والسنه دي احنا عاملين مع توسيع يعني مع تذكره الدخول في خريطه للمعرض فيها كل الاماكن اللي يستطيع المواطن ان هو يذهب اليها، بدور النشر، بعدد الاجنحه، بكل التفاصيل اللي ممكن تكون مفيده فيها. طب السنة اللي فاتت في أروقة المعرض كان في بعض الكتب اللي كانت يعني حتى عملت أزمة كبيرة، كانت كتب تتعلق بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وكان فيها اقتراح إنه اللي كان عمل المشكلة السنة اللي فاتت كتابين لسيد قطب، كانت مزم. المشكلة طلعت حول كتابين لسيد قطب وكتاب من كتب حسن البنا، وإحنا السنة دي دول مش موجودين، لأنه هذه الكتب دور النشر اللي كانت بتنشرهم خلاص اللجنه القضائيه تحفظت على هذه الدور، وهذه الدور ليست مشاركه اصلا في المعرض. لانه في لجنه قضائيه واحنا بنحترم قرارات القضاء واحكام القضاء، فما سمحناش لهذه الدور بدخول المعرض. العنوان يا فندم، العنوان معالي الوزير، الثقافه في المواجهه. الثقافه في المواجهه يا فندم، احنا كنا قاصدين بيه انه مصر دلوقتي بتواجه مشاكل كثيره جدا، ابرزها مشكله الارهاب، وبالتالي احنا في حاله مواجهه، في حاله مواجهه مع امور كثيره جدا. الارهاب مش فعل عنيف بس ولا فعل ارهابي، لان الفعل العنيف والفعل الارهابي بتتعامل مع وزاره الداخليه وبتتعامل مع القوات المسلحه، لكن في نهايه الامر هذه الافعال العنيفه والارهابيه هي انعكاس لافكار معينه ومفاهيم وتصورات مختلفه. هذه الندوات مهمتها ان تفند هذه الافكار وتطرحها للنقاش وتقوم بعمليه تفكيك ليها. الكتب اسعارها ايه معالي الوزير؟
لا، الكتب في نهاية الأمر فيما يخص وزارة الثقافة إحنا كتبنا أسعارها هي المعتاد بتاعها، لكن دور النشر الأخرى في النهاية اللي هي بتشتغل بحساب السوق، مكونات الإنتاج وغيره، أظن أن الكتب قد بعضها قد يكون أسعاره مرتفعة، لكن المعرض بيضمن نسبة خصم معقولة 25%. أنا بشكرك معالي الوزير حلمي النمنم وزير الثقافة المصري، وطبعا